بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنح الجميع الفقه في الدين والتوفيق في ديننا ودنيانا. معاشر الإخوان، إن استقامة الذرية وصلاحهم مقصد عظيم يقصد له كل العباد، يرجون صلاح ذرياتهم، لأن في هذا الصلاح وهذا الاستقامة فلاح لهم ولذرياتهم. ولا أدل على ذلك من حرص أفضل الخلق وهم الأنبياء على صلاح ذرياتهم. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء: رب هب لي من الصالحين. وقال عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أولاً صالحاً يدعو له. فصلاح الذرية مقصد شرعي ومقصد فطري يقصد له العباد. وهناك أسباب كثيرة لاستقامة الذرية وصلاحهم حري بالعبد أن يتحلى بها. وأول هذه الأسباب، لعلنا أن نأتي عليها باختصار، أول هذه الأسباب هو صلاحك في نفسك. حينما أنت تمتنع عن السيئات وتلتزم بالصالحات وتعبد الله جل وعلا حق العبادة، يحفظك الله في ذريتك. يقول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. هؤلاء الذين حفظهم الله، إنما حفظهم الله جل وعلا بصلاح أبيهم. ويقول النبي وأثر عن السلف: إن الله لا يحفظ أهل البيت والجيران بصلاح الرجل في حارتهم. فصلاح الإنسان في نفسه سبب لصلاح ذريته. يقول أحد السلف لأحد أبنائه: والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك، والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك، أي حتى يحفظك الله لي بصلاحي. ولا شك أن التعدي على الناس وتعدي حرمات الله جل وعلا وهتك حرمات الخلق قد يأتي ذلك إلى ذرية الشخص عياذا بالله جل وعلا. السبب الثاني والبوابة العظيمة من أسباب صلاح الذرية هي الحرص على صلاح الزوجة. فالرجل الحريص على صلاح ذريته يجب أن يبحث عن امرأة صالحة، وكذلك المرأة الصالحة إذا أرادت صلاح الذرية يجب عليها أن تختار رجلاً صالحاً يحفظ الله جل وعلا به ذريتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختاروا لنطفكم، اختاروا لنطفكم. وهذه المرأة الصالحة التي قالت لإبراهيم عليه السلام: اذهب فلن يضيعنا الله، هاجر عليه السلام حينما قالت: اذهب فلن يضيعنا الله جل وعلا، ولدها هو الذي قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ابن هذه المرأة الصالحة هو الذي قال لوالده إسماعيل عليه السلام، قال لوالده إبراهيم: افعل ما تؤمر. إذن فالصلاح إنما هو يتسلسل. فإذا أردت ذرية صالحة، رجلاً كان أو امرأة، عليه بالزوج الصالح. من أعظم أسباب صلاح الذرية الدعاء، وهو بوابة عظيمة لصلاح الذرية. وكان الأنبياء كما ذكر الله جل وعلا عنهم إنما يدعون بصلاح ذرياتهم. وما ذكرنا عن قول زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقول إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين، وقول الصالحين من عباد الله جل وعلا في وصف الله جل وعلا لهم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأكثروا يا إخوان من الدعاء بصلاح ذرياتكم وهدايتهم ورزقهم، وكونوا كرماء واشملوا ذريات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. من أعظم أسباب صلاح الذرية هو تعاهد الأولاد بالنصح، الحرص عليهم أن يكون هم. يجب على الإنسان أن يكون في قلبه هاجس وهم لصلاح ذريته، لا يكون همه جمع المال،
همه في دنياه، همه في أمور أخرى، وينسى ما سيبقى له بعد وفاته وهو صلاح ذريته. ومن أعظم ما ذكر في ذلك ما وصفه الله جل وعلا في نصائح لقمان لابنه: ولو لم تكن نصائح طيبة ومفيدة لما خلدها الله جل وعلا في كتابه. يقول الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله. وانظر كيف بدأ بالتعبير يا بني، حبب الأب نفسه لابنه فقال يا بني. وهكذا الدعوة إلى الله جل وعلا والتربية يجب أن تكون بلطف، وهو كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي. فلا نعلم اسم ابن لقمان، واسم إبراهيم لم يأتي إلا في قصة أخرى قال له يا بني. وهكذا الأنبياء حينما كانوا يدعون أقوامهم يقولون لهم يا قومي، لم يقل لهم يا رجال، ولم يسمهم بأسمائهم، إنما تلطف لهم بالنسب يا قومي. وضد ذلك أنهم كانوا يجيبون عليهم بأسمائهم. نوح عليه السلام يقول يا قوم، وقومه يقولون يا نوح. وهود يقول يا قوم، ويقولون يا هود، فيسمونهم بأسمائهم. وأبو إبراهيم يقول يا إبراهيم، ولم يقل له يا بني، لما في قسوة الكفار عياذا بالله جل وعلا. قال يا بني لا تشرك بالله. وهذه أعظم وصية نوصيها أبناءنا، وهي التزام بتوحيد الله جل وعلا، تعليمهم لا إله إلا الله من حين الولادة إلى أن يتوفاهم الله، ونحن نرشدهم إلى توحيد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية سؤال بسيط: أين الله؟ قالت: في السماء. وهكذا يجب أن نعلم أبناءنا أين الله جل وعلا، لا إله إلا الله، من ربك، ما دينك، من نبيك. أسئلة خفيفة لكنها مهمة. وللأسف اعتاد كثير من الناس أو التهى كثير من الناس عن هذه الأشياء الحساسة، وهي تعليم التوحيد، تعليم الفطرة، ربطهم بالله جل وعلا. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بدأ بنصائحه فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في الأرض أو في السماء يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هنا إيقاظ المراقبة لذرياتنا، يجب أن نخوفهم بالله جل وعلا، ونحببهم بالله سبحانه وتعالى، ونخبرهم أن الله جل وعلا مطلع عليهم في كل لحظة من لحظاتهم. أيها الإخوان، لن نستطيع أن نفرض رقابة صارمة على أولادنا والجوالات بين أيديهم والقنوات بين أيديهم ووسائل التواصل بين أيديهم، لن نستطيع ذلك إلا بإيقاظ حاسة المراقبة. يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذا غرسنا في أولادنا من بنين وبنات مخافة الله جل وعلا، أن الله لطيف خبير، أن الله عليم، أن الله قدير، فقد نجحنا. فإن ابنك سيخاف الله ويترك المعاصي. أما إن كان يخاف منك أنت وحدك فإنه إذا خلا فسيعصي الله جل وعلا. قال يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. فالصلاة معاشر الإخوان من أهم ما نوصي به ذرياتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت آخر ما كان يقوله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إسماعيل عليه السلام حينما مدحه الله جل وعلا قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. وإبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذه الصلاة هي هم الأنبياء، هي هم الأنبياء. فاحرص أخي على ربط أولادك من بنين وبنات بالصلاة. إذا صلوا فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظهم في باقي أعمالهم وباقي حياتهم. لنحرص على الإتيان بهم إلى المساجد، لنحرص لنتفقدهم في الصلاة، ليعلم الإبن أن أعظم شيء عندك الخط الأحمر هو ترك الصلاة. فإذا التزموا بالصلاة
فإن الله سبحانه وتعالى سيهديهم إلى ما بعد ذلك. لما بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وصايا عظيمة يرشد فيها لقمان ابنه إلى تعليمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابه ليكون قريبا من الله جل وعلا. فهذه الدنيا كثيرة التقلبات، قال جل وعلا: لتركبن طبقا عن طبق. فيجب أن يعلم الأبناء والأولاد الصبر على هذه الدنيا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الخلق والأدب والتواضع للناس ولين الجانب هو من أهم ما نغرسه في أبنائنا، هو أهم ما نغرسه في الجيل القادم، هو الأخلاق التي للأسف أن من يغرسها هم غيرنا من هم في وسائل التواصل. فيجب علينا معاشر الإخوان أن نهتم لموضوع تربية الأولاد، وليكن هو الهاجس معك ومع زوجك ومع جيرانك ومع إخوانك. ما هي الطرق، ما هي الوسائل لتربية الأولاد؟ ليكن لك مجلس مع زوجتك، المرأة تجلس مع زوجها والزوج يجلس مع زوجته في النظر إلى أفضل السبل إلى تقويم الأولاد، إلى تربيتهم، إلى إرشادهم، حتى يكون لك ذخرا في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بصلاحنا وصلاح ذرياتنا. اللهم اهد ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم ألهمهم رشدهم وقهم شر أنفسهم، اللهم اهد قلوبهم واغفر ذنوبهم وحصن فروجهم واصرف عنا وعنهم السوء والفحشاء، واجعلنا وإياهم من عبادك المخلصين. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.